فرصة والهدف الأول، والهدف الأول حازم إمام، حازم إمام وخطر 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 يلا حازم يلا حازم يلا حازم يلا حازم حلوة لحازم إمام. يا سلام من جنان لحازم إمام خطار كلمة جزمة لحازم إمام. يا خبر أبيض لعيب يا ابني، شوطه حلوة يا ولد. حازم إمام النجم الموهوب، التاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين وينسى دون اعتذار انصاف اللاعبين. حازم امام موهوب، ده اكسترا موهوب. مسيرة رياضية كبيرة استمرت لأكثر من 15 سنة مع نادي الزمالك، وطبعا مسيرة تانية في الاحتراف الدولي. يمكن توج خلال مسيرته ب 12 بطولة مع القلعة البيضاء. على المستوى الفردي حصد العديد من الألقاب زي أفضل لاعب أفريقي داخل القارة في 96 وفي 2003، أفضل لاعب كرة قدم مصري في 2003. برحب النهارده بضيفي الكابتن حازم إمام. يا كابتن اهلا بيك. مساء الخير يا ايمان، وكل سنه طيبه ومنوره انت طيب منور العالمين. ده حضرتك اللي منور العالمين يا كابتن. كابتن حازم امام كمان على فكره من عضو مجلس امناء مهرجان العالمين. عايزين نعرف بقى تفاصيل اكتر، خاصه ان انتوا بداتوا بالفعل الانشطه الرياضيه الاسبوع اللي فات. كان عندكم مباراه خطيره هنا على على الفلاش. شويه اجسام يعني بقت غريبه جدا. لا بس والله كان ماتش حلو قوي. كان كذا ماتش، كان احنا فوجئنا بمستوانا بصراحه، لان لعب الرمله مختلف عن لعب الطبيعي يعني عن النجيله يعني، فكان مختلف. بس كانت تجميعة لعيبه حلوه ولذيذه، وبقالنا كتير ما لعبناش مع بعض. لعبنا حوالي 3 4 ماتشات كده، كانوا كايفنت حلو يعني بالنسبه انك تجمع اللعيبه الكبار في مصر يلعبوا كوره تاني مع بعض، بغض النظر بقى من غير عصبيه ولا نقط ولا حسابات. فكان لذيذ، الاجواء حلوه قوي في العالمين. ويمكن زي ما حضرتك تفضلت، يمكن مجلس الامم اللي انا فيه يعني طبعا في جانب ثقافي وجانب فني وجانب رياضي، فيمكن انا وعماد والدكتور كمال درويش وكابتن محمد رشوان، في ناس كتيره يعني في الناحيه الرياضيه موجودين في مجلس الامناء. فيعني كنا بنتكلم على فكره ان يبقى في ايفنتس على مستوى الشهرين رياضه. احنا كرياضه بقى نعمل ايه في رياضه؟ في كذا حاجه مش بس كوره يعني. اعتقد فيك انت كنت حضرتك دلوقتي تراثون متهيألي كان معاكي، فيعني مجالات مختلفه وانشطه مختلفه في الناحيه الرياضيه يعني. بس طبعا الناس بتحب الكوره، فكان ايفنت حلو وان شاء الله يتكرر تاني باذن الله يعني. كنت لسه بتكلم مع كابتن عماد متعب على نفس الماتش، وقال لي ان انتوا في الاول كنتوا واخدين الموضوع زي ما انت بتقول يعني بتتسلوا كده، ما فيش فكره انه مين لازم، بس بيقول لي بعد شويه لا ابتدينا نغل شويه. بالظبط كده. وبعدين بقى في سكورز غريبه قوي 12 وحاجات كده غريبه، فمتهيألي الماتش ده رجعكم كده لايام حلوه. غصب عنك انت يعني بناخدها فن طبعا، بس اول ما بتبتدي تلعبي بجد تبتدي بقى العروق تنفر بقى، وتبتدي تركزي وتبتدي عايزه تكسبي يعني انا في الماتش كنت يعني انفعلت على الحكم اللي كان ماسك الماتش بتاعنا شويه، ويعني الحكم اللي كان في اللي كان معانا اللي كان في الماتش بتاعنا لغينا جونين وبتاع، فانا يعني مش اتخانقت بس انفعلت عليه جامد، مع ان انا ما بنفعلش يعني. فالواحد لا لما بتلعبي بجد مهما كان يعني الماتش هزار وكل حاجه، بس بتبقى عايز تكسبي يعني. فهي الاجواء بصراحه كانت حلوه قوي، والمود كان حلو، والتنظيم كان رائع، والناس كانت قاعده مستمتعه. شايف الجو عالمي بصراحه يعني، احنا هنا في العالمين النهارده انا لسه حلو بقول جو حلو قوي، احسن من الايام اللي فاتت. امبارح بكتير، امبارح كانت رطوبه جامده جدا. لا الاجواء نفسها حتى الاتموسفير نفسه وانت بتمشي على كورنيش العالمين انت حاسه بشكل مختلف عن السنه يعني. انا اول مره اجي العالمين يعني، عمري كنت باجي، كنت دايما اشوفها من بره، بس السنه دي دخلت لا حاجه ان شاء الله يعني كمان 3-4 سنين لما هتعمر شويه الحته دي وفيها ناس، لا الامور تختلف تماما يعني، تبقى مزار سياحي رائع في الصيف، ونتمنى كمان في الشتاء باذن الله يعني انها مدينه في جميع يعني في طول السنه مش بس الشهرين يعني. ما هو ده اللي المفروض يعني، هو ده الهدف اللي بيشتغلوا عليه او كانوا شغالين عليه من اول يوم،
انه العالمين تكون موجوده طول السنه 12 شهر. واعتقد انه لو العالمين عملت كده كل القرى اللي على امتداد الساحل، لان دايما كنا بنفكر يعني قرى حلوه وبيوت لذيذه وبحر وجو حلو قوي، بس هم شهرين وبعد كده صحراء يعني مهجوره تماما. هو ده فكره العالمين، يعني ان انت يبقى مدينه متكامله مش بس فكره الشهرين. احنا يمكن الكونسبت ده ممكن احنا ما نشوفوش قوي دلوقتي، ان احنا اتعودنا زي ما انت قلت ان احنا بنيجي الشهرين، بس انا اعتقد ولادنا اللي عنده 16 و17 سنه و18 سنه هم هيشوفوا ان البلد دي او المدينه دي هتبقى طول السنه، ان ممكن هنا في جامعه او في مدارس والحياه الطبيعيه موجوده في شهر 5 في شهر 3 في شهر 1 في شهر 11. هتيجي تلاقي مطاعم شغاله، هتلاقي ريستورانت شغاله، هتلاقي خدمات. فهي دي النظريه، الناس ما بتجيش عشان ما بيبقاش في خدمات. دلوقتي بقى عندك مدينه متكامله، واعتقد يعني الناس هي بتبقى كلام اسمه ايه يعني كلام ناس كتير بيتناقلوه يعني لو هو بقت خلاص الناس عارفه ان في مدينه، هتلاقي الناس بتسكن، هتلاقي الناس بتيجي. امبارح كان معانا كمان يعني في جامعات، في طلبه في الجامعات. مستشفى العالمين كمان اتطورت بشكل كبير علشان تقدر بقى تبقى مستشفى بتقدم خدمات متكامله، لانه الناس عايشه هنا طول السنه، ستاف تدريس كله موجود، البيوت كمان. بصي فاكره انت من مثلا من 7-8 سنين لما كنا بنمشي من مارينا دي صحراء، نروح مثلا للحته اللي هناك اللي هي مثلا ناحيه والضبعه وكده، انت ماشيه في حته فاضيه خالص وبص شايفه البحر من بعيد، مفيش اي حاجه، صحراء يعني. فبصي احنا في 3-4-5 سنين بقت الحته دي عامله ازاي. يعني لو حد قال الكلام ده من 10 سنين ان هيبقى في تاورز وفي كورنيش وفي اوتيلات وفي مهرجان وفي كوره وفي مش عارف ايه، تقولي يعني الحته دي كلها هتبقى قرى سياحيه زي ما من اولها لاخرها، مش هتبقى فرق يعني. فلا تفكير مختلف هيودي الحته دي ان شاء الله باذن الله لحته ثانيه. وزي ما قلت لك اعتقد ده هتبقى احنا يمكن يعني او الناس دماغها شايفه دايما ان انت دلوقتي في كل محافظه كبيره عامل جنبها محافظه جديده. يعني القاهره عندنا احنا العاصمه الاداريه الجديده، هتلاقي الاسيوط الجديده، هتلاقي سوهاج الجديده، هتلاقي هنا كمان يمكن، بس هي عشان بعيده شويه عن اسكندريه. بس انا اعتقد العالمين دي هتبقى بعد شويه في ناس كتير جدا اسكندرانيه هيجي يعيشوا هنا، لان هنا الحياه مودرن اكتر، الفاسيلتيز احسن، لان خلاص معموله بنظام احدث. فهتلاقي الدنيا اختلفت متهيألي بعد 4-5 سنين الامور هنا تختلف تماما. يعني دي هتبقى زي 6 اكتوبر بالنسبه لل 6 اكتوبر والتجمع بالنسبه للقاهريين. نتكلم بقى عن الرياضه شويه، كره القدم. يمكن كنت بتقولي يا كابتن انه يعني كان بقالك فترة، انت بقالك 15 سنة معتزل من النادي الزمالك. 2008 اعتزلت 15 صح. كتير قوي. بس خلال 15 سنة انت ما بعدتش عن الكورة خالص. أيه. سواء انك عندك منصب في اتحاد الكورة، البرامج اللي بتقدمها عن الكورة، يعني كرة القدم مكملة معاك في ال 15 سنة اللي فاتوا. صح. ايه الفرق بقى بين انك تبقى جوه الملعب الفرق الملعب؟ الفرق لا مش فرق كبير يعني، الفرق وانت جوه الملعب انت صاحبة الحدث. انت بتعملي كل حاجه بنفسك، انت اللي بتخلي الناس تقول عليكي كويسه ولا وحشه، هي اللي بتخليكي بعد كده مسار حياتك يتغير للاحسن ولا الاوحش. يعني دايما بعد اقول بعد ما بطلت يعني بقول للعيبه الكويسه تحديدا، يعني هم 10-15 سنه انت هتلعبهم، بس هتعيش عليهم 40 سنه قدام. لو ال 10 سنين دول عملتهم كويس وكنت لعيب كويس وكنت لعيب منضبط هتفرق معاك ال 40 سنه الجايه. الموضوع مش انت لعبت شويه وخلاص فانت هتستكفي باللي انت لعبته، لان دايما الواحد هو بيلعب ما بيبقاش حاسس، ما بيبقاش باصص لقدام قوي، ما بيشوفش ان هو هيبطل، بيشوف دايما هو بيلعب والدنيا ماشيه معاه وبياخد فلوس وعنده شهره، فبيبص تحت رجله، فتلاقيه مثلا مش مركز، ممكن يروح شمال شويه، يروح يعني ما بيبقاش دايما عنده المينتاليتي انه يبقى كويس على طول، وممكن يعمل اخطاء كتير، طبيعي طبيعه بشر يعني. بس لازم تعرف ان انت ال10 سنين هتلعبهم دول هم دول حاجة قليلة قوي في حياتك، انك هتعيشها 30-40 سنة على ال10 دول، فانت لازم تعملهم كويس قوي، ولازم تسمع فيهم لو ربنا ادك يعني فرصة كويسة انك تمسك فيها كويس، عشان بعد كده تفضل موجود زي ما انا موجود وزي ما غيري موجودين، من خلال ان احنا كنا لعيبة مثلا كويسين وكان منضبطين في الملعب وعند سمعتنا كويسة، فبتخليك بعد كده تطلع ان كان تحلل او ان كان تبقى اداري في نادي او ان كان تبقى مدرب في نادي. دايما الناس بتروح لفكرة لما يجي عايز يختار مدرب او اداري او حاجه بيشوف الشخصيه عامله ازاي وهو لعيب. لو واحد لعيب بتاع مشاكل او لعيب بيعمل مش ملتزم ما بتلاقيش حد عايز يتعاقد معاه كمدرب او عايز يتعاقد معاه كاداري، بتلاقي الامور صعبه شويه او حتى كفي التلفزيون يعني. فهو لازم يبقى عارف الحته دي. يعني الكوره جميله جدا وفيها كل حاجه وبتبقى
صغيرة بس تحس ان العالم كله تحتيك، يعني شهرة وفلوس وحب الناس. فطبعا وده كمان بيحصل في سن صغير بصراحة، يعني احلى وقت في حياة الواحد هو بيلعب كورة، طبعا دي كانت احلى وقت يعني. بس انت يمكن كمان يا كابتن من لاعبي كرة القدم اللي الناس بتحبهم جدا وبتحترمهم، كنت لسه بقول انه حتى مش شرط بس جماهير نادي الزمالك، حتى جماهير نادي الاهلي، كل جماهير كرة القدم في مصر في اتفاق على شخصية حازم امام، الناس بتحبه وبتحترمه. وانت بتقولي ان انت كنت شايف ده من زمان، يعني من وانت بتلعب انت كنت باصص قدام ان انت تضبط انفعالاتك في الملعب، علاقتك تبقى كويسة بزمايلك. لا هو انا ما كنتش باصص انا بقى كده، بس انا عشان يعني نوعا ما كنتش بعمل مشاكل وكده، فلما بطلت كوره لقيت ان ده عمل لي بعد كده رصيد كبير، فاهمه؟ مثلا لما اجي اول ما بطلت كوره، اول ما اشتغلت في الاعلام الرياضي، اشتغلت مثلا في حلله الدوري الانجليزي بريمير ليج مش في مصر، فعملت خطوه كبيره جدا وانا لسه مبطل. دايما انت يعني اصعب حاجه على لعيب الكوره ان هو أنا لو بطلت النهارده انا هعمل ايه بكره؟ لان دايما لعيب الكوره مش زي مثلا المذيع او ممثل او فن او اي حاجه، انك انت مع الوقت بتزيد قيمتك. الكوره لا، انت مع الوقت بتقل قيمتك مع التقدم مع السن يعني. لكن مثلا لو مذيع من سنه من 5 سنين لما تلاقيه احسن بعد 5 سنين، وبعد 10 سنين تلاقيه اكبر. الفنان نفس الكلام، المغني نفس الكلام، الكوره العكس تمشي على طردي، يعني اللي هو كل ما تكبر كل ما تبقى اوحش. فما بتبقاش عارف تعمل ايه بعد تبطل. في ناس مش عايزه تبطل عشان هي مش عارفه هتعمل ايه، دخلها ما فيش دخل. فلما بطلت كوره لقيت ان الموضوع ده فرق معايا كويس، فعشان كده بقول يعني از ادفايس يعني للناس اللي بيلعبوا دلوقتي، ان الموضوع مش بس الكام سنه بتلعبهم كوره دول هم اللي هيفرقوا معاك. انت هتاخد فلوس كويسه، بس انت هتقعد 30 40 سنه بعد كده عايز تشتغل، عايز تعمل فلوس اكتر من اللي انت عملتها دي، هتبقى العمله بتنزل والتضخم بيزيد، فبتقل نوعا ما مهما بتاخده دلوقتي بعد شويه مش هتحس بيه، لكن لازم تشتغل بعد كده. فلازم تبقى انت مجهز نفسك من دلوقتي ان انت وانت بتلعب تبقى عندك يعني يبقى تبقى لعيب كويس ولعيب منضبط، عشان تعرف بعد كده طول حياتك تبقى نفس الناس عايزه تشتغل تاني معاك في اي حاجه. بس انت كنت بتضبط انفعالاتك في الملعب، هل دي بتبقى طبيعه شخصيه؟ يعني طبيعة هو اللاعب في النهايه هو بني ادم، في واحد عصبي، بشر، في واحد هادي، ساعات كنت بتنرفز، ساعات كنت بتعصب، وساعات يعني كل واحد طبعا بيختلف. في ناس تلاقيها هاديه جدا وفجاه بتنفجر، وفي ناس عصبيه على طول، وفي ناس عندها مشاكل، وفي ناس بتعرف توزن نفسها شويه. انا كنت نوعا ما من اللعيبه اللي بعرف يعني تظبط انفعالي، اظبط نفسي يعني. امبارح مثلا كان في واقعه شهيره في مباراه بيراميدز والاهلي حسين شحات، ملهاش داعي خالص بصراحه. يعني لقطه ملهاش داعي خالص، يعني دي حاجه غريبه، وخاصه ان هو مش معروف عنه ان هو بيفقد. اصل الاهلي خد الدوري اساسا، يعني الموضوع ما فيهوش اي عصبيه، والاهلي واخد الدوري. الماتش نفسه يعني في ناس كتير ما اتفرجتش على الماتش، يعني الماتش يعني الاهلي وبيراميدز يعني تحصيل حاصل، ماتش يعني قوي، بس خلاص الاهلي خد الدوري وبيراميدز الثاني، فما فيش منافسه. فانا مش عارف ليه يعني الامور بتتطور كده، وبعدين دلوقتي في السوشيال ميديا ما فيش حاجه بتستخبى، الناس كلها بتشوف اللقطه. يمكن اللقطه ما بقتش في التلفزيون على فكره، كله شافها على المصورين تحت الجايبينها، فشكلها مش حلو، شكلها الاثنين مش حلو، الولد اللي اتضرب شكله مش حلو، وهو كمان مش مصري، فطبعا يعني بنعتذر له يعني. وهو حسين على فكره نزل اعتذار دلوقتي للولد ولكل الشعب يعني، هي والحسين شكلها مش حلو ليه يعني. يعني كلنا لو نفتكر لقطه مثلا زيدان في كاس العالم لما ضرب الراجل ماتراتسي شتمه، بس محدش سمع ماتراتسي بيقول له، بس كله شايف اللقطه اللي هو ضربه بدماغه. لانه الضرب كمان انت هنا عنف بدني يعني، ما هو العنف درجات، اللفظي غير البدني. لكن بص، لازم الاول الناس تعترف ان اي تجاوز لازم يبقى فيه خطا، لازم تعترف بالخطا، ولازم الناس، هي المشكله عارفه ايه يا ايمان؟ ان احنا لو ده مثلا تبع نادي كذا، انا كمشجع هدافع عنه صح غلط، هقول ايه دايما، هقول ايه هو غلطان على فكره، بس اصل هو اتشتم. احنا عندنا كده، لو انت بتدافع عن حد الناحيه الثانيه ما يقول ايه ده لازم يتعاقب 70 ماتش، لو اتقلبت الايه اللي كان بيقول لازم يتعاقب 70 ماتش هيقول لك هو غلط، بس اصل هو شتمه الاول، لازم تبرر يعني. لازم الخطا يبقى معروف ان هو خطا، ما يتقعدش بره الاخطاء يعني. هل في عقوبات المفروض تبقى موجوده للنوعيه دي من الاخطاء؟ هو ماتش، هو قصدي رابطه الانديه مش اتحاد الكوره، بس رابطه الانديه طلعت انه في عقاب يعني. بس انا من وجهه نظري العقوبه طبعا ماتشين، الاهلي على فكره هو اللي طبق العقوبه كمان الاول قبل الرابطه يعني، طبعا ماتشين بالشكل ده هي انا شايفها يعني كان ممكن تبقى اكتر شويه،
حتى لو هتعملها اكتر وتروح لجنه ال 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 اسمها ايه التظلمات تنزل، بس انت ك ك ك كرابطه او كعقوبات في الرابطه كان لازم تبين ان اللي حصل ده مش ما كانش لازم مش يعدي بشكل عادي ولا بعقوبات عاديه، لانه الفعل حسين كمان لعيب كبير يعني. اه والفرقتين زمالك ماتش مش مستاهل كل ده يعني. اخبار نادي الزمالك ايه؟ ربنا يستر ان شاء الله في البطوله العربيه ان شاء الله ربنا يستر يا رب. يعني البطوله العربيه صعبه جدا. عايز ااكد بس على المعلومه دي ان انا ماليش في الرياضه ولابسه ابيض النهارده صدفه والله، مش قصدي اي حاجه. كويس كويس. بس ليه دايما من اللي بنشوفه بنتابعه انه جماهير نادي الزمالك متضايقه، مش راضيه عن المستوى، عندها مشاكل. لا هو السنه دي بتتكلم على الحكام، بتتكلم على ليه دايما في مشاكل. بص برضه هقول لك تاني، ارجع فكره فاكره ما لسه بقول لك، لو ده عند اللعيب بيلعب هنا وده بيلعب هنا بيحصل نفس الحاجه. السنه اللي فاتت الزمالك خد الدوري وخد الكاس، كان بعض جميل الاهلي يقول لك الزمالك كسب الدوري بالحكام وان التحكيم خدم الزمالك وان التحكيم واقف مع الزمالك. السنه دي بيتقال نفس الحاجه بس بالعكس عشان الاهلي خد الدوري. هي كده اللي بيكسب اللي بيخسر بيقع دايما للاسف. ما اعرفش ليه فكره دايما ان انا لازم البس حد هو السبب، مع ان بيبقى السبب باين يعني. لا الاهلي كان كويس السنه اللي فاتت ولا الزمالك كويس السنه دي، بس طول ما انت بتدي مبرر للهزيمه هتقعد اللعيبه شايفه ان في مبرر دايما ومش لاعب كويس. مش يعني ان هي السبب، ان في قوه خارجيه طبعًا. وقوه لازم اول حاجه تعرف ان انت السبب يعني. ان اللعيب الفرقه الكويسه الزمالك السنه اللي فاتت كان ما يعني عندوش حاجه خالص، موقوف القيد والدنيا صعبه جدا ولاعيبه او السنه اللي قبليها تقريبا وخد الدوري والناس كلها اشادت بيه وكل الجمهور كان فرحان بيها. السنه دي اداء سيء فالجمهور زعلان. هي طبيعه بشر وطبيعه كوره وطبيعه حاجه بتحبها يعني. اللي حصل في الاهلي السنه اللي فاتت كان سخط جماهيري جدا، الدنيا قايمه على اداره الاهلي. السنه دي الناس بتشيد باداره الاهلي وباللعيبه وعكس الكلام اللي كان السنه اللي فاتت، لان الناس بتكسب. فهي كوره كده بتكسب وبتخسر فده طبيعي يعني. الزمالك عنده ماتش مهم قريب، عنده 3 ماتشات بطوله العربيه في السعوديه، وهيلعب فرق فيها اسماء نجوم رياضيه كبيره. مستعد ده؟ لا هو مش مستعد طبعا، اتمنى يكون مستعد. الكوره فيها كل شيء طبعا يعني. اول ماتش ممكن الزمالك يعديه بشكل كويس ان شاء الله. الماتشين التانيين ما اعرفش هيبقى عامل ازاي، لانه بيلعب خاصه مع النصر. النصر بيستعد، كان في البرتغال وبعدين راح تقريبا اليابان وبيشتري لعيبه كتير كويسه وبيلعب ماتشات قويه جدا. الزمالك ما جابش حد خالص واعارات رجعت له. انا بتمنى كل الزمالكيه بيتمنوا ان الكوره فيها متغيرات وان الماتش يبقى الزمالك ينتفض قدام النصر وقدام الشباب ويطلع بمستوى لعيبه اللي هي ما طلعتش السنه دي كلها يعني. فهي هاي هوبس موجوده، نتمنى انها تتحقق على ارض الواقع ان شاء الله يعني. انت لعبت تقريبا طول حياتك يا كابتن في نادي الزمالك، وطبعا كمان يعني لعبت 4 سنين بره في اوروبا ورجعت نادي الزمالك. دي الفتره اللي رحت فيها احتراف، لكن انت من البدايه في نادي الزمالك، وطبعا والدك كابتن الكبير حماده امام كمان زمالك، فانتوا عائله زملكاويه يعني ابا عن جد. لكن فكره ان انت كان ممكن في اي وقت من الاوقات تسيب الزمالك وتلعب لاي فريق تاني، وطبعا الاهلي. بص انا ممكن يعني دلوقتي طبعا ممكن اهيص في الحته دي واقعد اقول حاجات وابين ان انا احسن من لعيبه كتير قوي هنا دلوقتي بتحصل. كل زمن وله متغيراته بشكل كبير جدا. احنا ايامينا انا كحازم انا عمر ما هسيب الزمالك يعني. يعني انا الزمالك كنت ممكن باخد 2 وممكن اخد بره 20، وعمر ما خدت ال 20 ولا بصيت لل 20 وما حاولتش افكر في ال 20. كان مع الفلوس. على الفلوس يعني. بس في ناس ثانيه هتفكر في ال 20 وهتفكر في 10، لان هو ما بيبقاش زملكاوي، هو بيبقى جاي مثلا من نادي، جاي من حته بيقعد في النادي بقى مبسوط في النادي بس هيجي له فلوس اكتر. المشكله ان الناس هي اللي بتزعل، الجمهور هو اللي بيزعل يعني. لكن اللعيبه ما بتفرقش معاه قوي الموضوع، فالجمهور غصب عنه انه بيحب. احنا المشكله في الكوره عندنا الناس بتحب اللعيبه قوي لانه بيشوفه كل اسبوع وبيحب النادي جدا، فبيحب اللعيب الكويس قوي فما بيصدقش ان ممكن اللعيب يسيبه عشان يروح لنادي تاني، وخاصه لو نادي منافس ما بيصدقش الكلام ده. بس هو لازم يتعود انه بيحصل. حصل في احسن انديه العالم يعني. فيجو مشي من برشلونه وراح ريال مدريد، كان هناك ما صدقوش برضه وشتموه وطلعوه يعني على المسرح، وكان خيانه عظمى يعني. فبتحصل في الكوره طول ما انت في فلوس، في ناس بتروح للمغريات يعني. رايك ايه في صفقه امام عاشور؟ امام عاشور لعيب اكيد كويس جدا، اكيد لعيب كويس قوي 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 يعني. بس هو اكيد من حق جمهور الزمالك انه يزعل، فطبيعي يعني. اللعيب كان عندي في الزمالك والزمالك هو اللي طلعه والزمالك هو اللي بروزه،
هو كان بيلعب في حرس حدود لعيب طب يعني صغير، فالزمالك هو اللي طلعه وبروزه، اكيد الجمهور هيزعل، لكن هو كصفقه كوره اكيد لعيب كويس. جماهير كره القدم زي ما حضرتك قلت بتحب قوي، يعني بتحب لعب الكوره حب مش طبيعي، ودايما في 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 المجتمعات الشغوفه قوي وبتحب قوي كره القدم بيبقى اللعب يمكن يبقى اهم من الفنان واهم طبعا من المطرب واهم من اي حد، بيبقى الجماهير ده بالنسبه لها اهم حد. بص انا عايز اقول لك حاجه، ودي حصلت بشوفها في مصر دايما، فكره التقليل من الكوره، في ناس بتقلل من الكوره مثلا، يقول لك بص بيعملوا لعيبه الكوره ده لو مهندس ولا مش عارف ايه كان هيبقى فين. عايز اقول لك العالم كله لما تيجي تشوفي مثلا ملكه دلوقتي ملكه انجلترا مثلا، كل شويه بتجيب بيكم وتجيب مش عارف مين ومين يروح لهم القصر. لما بتشوفي مثلا كاس العالم في البرازيل، ميركل رئيس الوزراء السابقه سافرت البرازيل مرتين من المانيا عشان تحضر ماتش كوره، وحضرت الفاينل واتصورت مع اللعيبه في اوضه اللبس. ميركل اللي هي العقليه الاقتصاديه الفذه دلوقتي يعني بعد ما مشت بقت المانيا مش زي الاول يعني، ودي كوره الناس بتحبها، الناس عارفه ان دي حاجه مهمه عندهم على فكره، ناس علماء في الاقتصاد وبتاع، بس ما حد حاجه تعرف واحد المانيا عالم غير في مجالك، لو انت مثلا مهندس تعرفه، لكن عامه الشعب هناك مش هيعرف كلوزا وهيعرف مولر اكتر ما يعرف. فهي العالم كله كده، هو اللعيب بتاع الام بي اي في امريكا بياخد اكتر ولا العالم او مدرس الحساب هناك؟ الام بي اي اغلى فلوس في العالم، وهو مثلا ممكن بقاش يكمل تعليمه او مثلا يبقى واخد سكولرشيب عشان بس عنده موهبه، عنده كبيرة موهبه وبيصرف عليها. بتوع الامريكان فوتبول اغلى احسن او اغلى رياضه في العالم بياخدوا دخل، لا هو لو قارن هناك باستاذ جامعه ولا واحد في ناسا هتلاقي بياخد اضعاف اضعاف فلوسه. فتقعدش تبص على هنا في مصر، بص ده هو عمرنا ما هيتقدم هنفضل. هي كوره في العالم كله الناس بتحب لعيب الكوره وبتحب لعبه الكوره، مش معناه ان هو هيقلله، بس هو ده العالم كله، مش عندنا في مصر ده معروف وواحد تاني جنبه يجيب لك حد مجتهد في شغله كل حاجه بس مش معروف. ما هو في العالم برضه نفس الصيغه يعني، هتلاقي ناس جامده جدا واقوياء في مجالهم، لكن لما بيمشي في الشارع جنب لعيب كوره او لعيب مهم في حته، هو طبعا لعيب كوره الاشهر، بقول لك اشهر من طبيعي يعني، حب الجمهور للاعبي كره القدم اكبر من الفنانين، اشهر الفنانين واشهر المطربين، لانه بيحب النادي بتحبهم بجد، مش عارفه ليه، لانه بيحب النادي جدا بتاعه. فهو اصل النادي ده مثلا هو بيشجعه من هو عنده 5 سنين، فهو مرتبط بالنادي جدا، فاي حد بيجي يبقى كويس فبيحبه قوي، بغض النظر ممكن بعد كده يبطل بقى خلاص مش هيحب، بس هيحب اللي بعده لانه هو مرتبط بالنادي. الفنان بيحب اغانيه طبعا وكل حاجه او رسقه، بس اللعيب دايما بيبقى انت عشان الكوره في دمك وعصبك انتماء، بيبقى مش حب، هو بيبقى انتماء. أيوة. للشخص ده. وشفنا يمكن محمد صلاح عندنا مثال مهم جدا جدا، بنشوفه بيروح حفلات دوليه وبيقابل شخصيات عالميه بنفتخر كلنا بيه، العالم كله بيعرفه عن طريق كرة القدم. مناسبة محمد صلاح والتجربة الخاصة جدا جدا لمحمد صلاح، قصة الاحتراف ايه رأيك فيها عموما، وخاصة ان انت كان عندك تجربة 4 سنين؟ هي منتاليتي يعني، انت ما تشوفي مثلا امام عاشور لما طلع كلنا انبسطنا جدا، وانا يمكن هو معنا في المنتخب كنت مبسوط بيه جدا، ان احنا عايزين لعيبة، خصوصا امام لعيب صغير بروميسنج يعني عنده 23 سنة، فلسه عنده يقدر، واول ماتش لعبه في اليوروبا ليج جاب جون مع ضد سبورتنج لشبونه، بس هو بعد كده قال لك انا مش عايز اروح، مش زهقت. فهي دي احنا عندنا مواهب كتير كويسه، مواهب زينا زي اوروبا، بس هي المشكله في المينتاليتي. انا قعدت 4 سنين وما قدرتش اكمل مثلا، او ما جاليش الفرصه ان انا اكمل بعد 4 سنين، لكن حاولت على الاقل 4 سنين. لكن في لعيبه يعني، هي عايز بقول لك الموضوع مش كوره، هو الموضوع حاجات كتير قوي. زمان كانت الامور صعبه علينا، دلوقتي بقى فيه الدنيا بقت يعني كله مفتوح على بعضه، ما بقتش صعبه زي زمان، مفيش هوم سيكنس، مفيش ما بتشوفش عيالك ولا باباك، هتشوفهم بالفيس تايم، هتشوفهم هتقعد معاهم كل يوم وهتشوف كل حاجه في مصر بتحصل هناك. زمان كانت مختلفه شويه. انا شايف دلوقتي الامور حتى علميا معاك مدربين، معاك ناس تديك يعني حاجات نفسيه وسيكولوجيه ولايف كوتشنج والحاجات دي، كل ده موجود، ما كانش موجود زمان، هيساعدك جدا انت لو لعيب. ودلوقتي بقى في لعيبه كتير بتعمل كده، تجيب مدربين متخصصين لحاجات معينه يطوروا في حاجات فنيه وحاجات تكنيكس وحاجات حتى نفسيه يعني. فهي بتبقى عايزه بس الدماغ تبقى احسن، تبقى محترفه شويه. في كمان الانباء عن انتقال المدرب الخاص بالمنتخب
فيتوريا، في الكلام عن انتقاله. بصي، هو طبعا الصبح انا الناس كلها كلمتني الصبح على فكره ان فيتوريا ماشي، وهو عنده شرط جزائي، وان عنده ايه يعني في عقد، بيبقى اي عقد بيننا وبين حد بيبقى شرط جزائي. ففي كتب في السعوديه في جرايد مهمه يعني ان ان ان, إن في تواصل بين فيتوريا واحد الانديه الكبرى في السعوديه، وان هو هيجوا يفعلوا الشرط الجزائي وفيتوريا يمشي. يعني انا بصي، يعني انا راجل بثق فيه وعارف هو عامل ازاي وعارف دماغه عامل ازاي، وعمره ما هيعمل كده. ولو عمل كده هيجي يتكلم معانا ويقعد معانا، لان هو راجل محترم جدا جدا. يعني انا رحت البرتغال قعدت معاه وكلمت معاه واحنا بنعمل العقد يعني. ف يعني انا اتكلمنا معاه طبعا، مفيش الكلام ده خالص. وهو جاي له عقود مش بس ده، جاي له من شهرين كمان فاتوا عقد كبير جدا برضه من نادي كبير قوي في السعوديه برضه، وما بفكرش فيه. راجل عامل معانا عقد، واحنا حتى يعني في العقد معاه او في شرط جزائي بس احنا ما ينفعش نفعل حتى شرط جزائي غير بعد توت افريقيا. يعني الحاجات اللي عملناها معاه في العقد دي حاجه كويسه يعني، بس هو حتى اني anyway مش هيفعل. ما اعتقدش ان راجل حتى ممكن لو ما كانش موجود الشرط ده هو يفعله، لان هو راجل محترم. ولو عايز يعمل كده هيجي يقعد معانا في مصر ويتكلم معانا يعني دي مجرد كلام. لا، هو راجل مطلوب يعني، راجل اشتغل في السعوديه قبل كده ونجح في السعوديه بشكل كبير جدا، وخد معاهم الدوري مع النصر. هو طبعا مطلوب في السعوديه، ودي حاجه يعني انا شايفها كويسه ان احنا عندنا المدرب بتاعنا مرغوب بهذا الشكل. لكن هو راجل ملتزم معانا ومبسوط في مصر جدا، ولسه كان منزل الاسبوع اللي فات ان هو الاسبوع اللي فات كان بقاله سنه بالظبط في مصر، وان هو مبسوط قد ايه في مصر. فيعني ان شاء الله مكمل معانا يعني ان شاء الله. هنتكلم على تجربه كابتن حازم امام الاعلاميه. الشغل في الاعلام اسهل من كره القدم؟ اسهل صح؟ اسهل طبعا، اسهل من الكوره طبعا. الكوره اصعب حاجه، وبعدين الكوره انت بتعتمدي على نفسك. يعني انت كويسه، انا عايز ابقى كويس النهارده، لكن الاعلام وكده بقى انت معاكي ناس، والموضوع مش بتاعك لوحدك. يعني حسب انت مثلا طلعتي في ماتش مش حلو هيبقى الماتش الاستوديو ملوش معنى. بس هو كاعلام، بص انا بحاول دايما، لان دلوقتي الاعلام بقى صعب جدا وخصوصا في الكوره يعني، والكلمه بتروح في 80 مكان، والكلمه الناس بتاخدها عليك عشان انت مثلا في الزمالك فانت قصده كذا. ولو انت مش مثلا فكره دايما الناس شايفاكي مش محايده، او دايما الناس شايفه ان انت بترمي كلام لحد والكلام ده كله. انا بحاول دايما ان اطلع اتكلم، خصوصا انا بطلع استوديو تحليلي، ان انا بحلل الماتش مش بشجع فرقه. يعني بحاول دايما ان انا اتكلم في الكوره على الماتش ده. في ناس يقول لك ادي الزمالك حقه يا كابتن، ما هو انا مش طالع اتكلم على الزمالك، ان انا لو مع حضرتك دلوقتي مثلا نتكلم هتكلم على الزمالك، ان ده بتكلم عن نفسي. لكن انا مثلا استوديو تحليلي هطلع اقول ان الزمالك احسن حاجه في العالم والفرقه وحشه؟ ما ينفعش، لازم بقول اللي انا شايفه. فانا دايما بعمل كده بصراحه. يعني في ناس بتزعل، في ناس كويس، بس ده انا شايف ان هو ده طبيعي. ان حتى لما حد يجي مثلا يقول طب انت عملت قبل كده، هيلاقيني بعمل دايما اللي انا شايفه، وعمري ما بعمل حاجه مش شايفها. بس يعني دايما بيتكتب من النقاد الرياضيين انه لازم يتم تنظيم الاعلام الرياضي. دايما في ناس عندها شكاوى كتير قوي قوي من فكره انه في سيوله كبيره جدا في الاعلام الرياضي، في كلام كتير بيتقال. انا ما اعرفش ليه فعلا مشاكل. فكره الاعلام الرياضي متساب بالشكل ده في حته معينه، ان اي حد بيطلع يقول اي كلام او اي حاجه. يعني اي حد يطلع يرمي الناس باي حاجه. ده اتحاد الكوره خد فلوس مش عارف من مين، وقاعد يقول اللي يقوله. ده النادي ده خد فلوس من مين؟ ده تلاقي مثلا لعيب زي مثلا سابق. انت نفسك حد يعني كان في كلام مثلا كابتن حازم امام بيجامل الناس اللي يعرفهم، او بيجامل اصدقائه؟ اي حاجه. صح. وجايب واحد صاحبه حطه مظبوط، وهتلاقي يتقال على بركات، وهتلاقي اللي هيتقال على قبلينا واللي بعدينا هيتقال عليه نفس الكلام. يعني دي اقل حاجه انه بيجامل، لكن في كلام بيبقى اشد. يعني في كلام بقى في زمن ماليه وحاجات اخلاقيه، وفي ناس بتطلع تشتم انديه عشان النادي اللي هو بيحبه مثلا او اللي هو بيشجعه الناس تبقى مبسوطه بيه، فيشتم في النادي التاني. فالنادي فده يعمل عنده هو سكسي شويه، ويخلي الجمهور يا ولد يا جرى ده انت راجل وشفت فرمتهم ازاي. واللي بيحصل على الشاشات ممكن يحصل هو في الصفحه بتاعته، بينتقل كمان على السوشيال ميديا ما بين كل الجماهير. يعني اعتقد ان التسخين اللي ساعات بيحصل في بعض البرامج ده ممكن يبقى ليه رد فعل، يا اما على السوشيال ميديا يا اما في اي مباراه فيها جمهور حقيقي. اكيد. بصي، البرامج تحديدا الرياضيه يعني ماتشات الدوري وكده بيبقى فيها تحليل اكتر، لكن البرامج الرياضيه الناس يعني بتسال السؤال، هي عارفه هو اللي قدامه ده هيقول ايه عشان يسخن الحلقه شويه. في اسئله بتبقى عارفه اجابتها هتخش في حته فيها ديبيت، فهتخلي الناس تخش كتير تكتب ان كان تشتم او تتكلم، فده يعمل حاله. فده بقى موجود طبعا كتير للاسف الشديد. ما بقاش حد يعني عايز حاجه، لو في ماتش كوره حلو
ما بتلاقيش حد بيتكلم في الكوره. الناس هتتكلم يعني مثلا مشكله امبارح ماتش حلو بيراميدز جدا، حد اتكلم على ان بيراميدز لعب كويس؟ كله بيتكلم على الخناقه والالم وبتاع. الناس بتروح للمشكله لكن ما حدش عايز يتكلم في الكوره، ما حدش عايز يتكلم في الاساس. فهي دي المشكله. يعني كل البرامج هتلاقي مثلا امبارح بتتكلم عن المشكله، ما حدش بيتكلم على الماتش خالص، او على الدوري، او عن الاهلي خد الدوري مثلا بجداره والكلام ده كله. هنقعد نتكلم في المشكله دي، قبليها كان مش عارف مشكله مين او مين. هم يعني وده شغله اعلام انه بياخد حاجه ويقعد بس كتير، ولازم يبقى في تدخل اكتر من كده بسرعه. يومك ايه في الساحل؟ في الساحل؟ من الناس اللي بتحب الصبح ولا سهر بالليل ولا لا لا الصبح بحر طبعا. ولا لا الصبح بحر على طول، بنزل على يعني الصبح ببقى هنا الجو حلو بصحى براحتي يعني، بنزل اعوم شويه كده ونقعد نريح دماغنا مع العيال وبتاع ننبسط يعني. اخبار البنات؟ انا يومي هادي يعني. ابو البنات؟ ابو البنات. اخبار البنات؟ ثلاث بنات ما شاء الله. ما شاء الله. في اي حد فيهم عنده اي ميول رياضيه عندي حقيقيه؟ عندي الصغيره، الصغيره بتلعب كوره دلوقتي. لا كلهم لعبوا يعني، بس دلوقتي الصغيره بتلعب كوره ما شاء الله. ماشيه كويس وانا فاجئتني ان هي عندها استمراريه، مبسوطه يعني عايز تلعب وعايز تتمرن. يعني لو عاقبتها يعني مش انت اللي عرضت لا لا خالص، يعني لو عاقبها اقول لها مفيش تمرين، ده كده عقاب رهيب سبحان الله. ده عكس يعني. كل العيال عكس كل العيال انت يعني بيهربوا والله يعني. هي لو مثلا عايز اضايقها او مثلا ما عملتش مثلا حاجه في البتاع كويس اقول لها مفيش تمرين بكره مثلا، تتجنن. فهي ماشيه كويس ولعبت كوره حريفه يعني وشوله، ما اننا ما عندناش حد اشول في العيله ما شاء الله ان شاء الله ربنا يوفقها. الاثنين الاكبر ما لهمش في لا لا بيلعبوا بقى حاجات خفيفه كده، لعبوا تنس شويه وسكواش، كله بيلعب بقى عارف الحاجات اللي بتاعت البنات باليه وسكواش وتنس وبتاع، بس بيروحوا رياضه يعني لكن مش بيلعبوا حاجه معينه يعني. في صداقات حقيقيه لسه محافظ عليها من وقت ال طبعا الكرة. صحابي اللي لعيبه كوره مين اكتر حد؟ ناس كتير قوي صحابي لعيبه كوره معظمهم كلهم احنا هنا كنا قاعدين كلنا انا وحسام غالي واحمد حسن وجمال حمزه وعبد الستار صبري واحمد عبد الله. لا عندي اصحاب كتير من الكوره يعني، ناس كتيره طبعا. الوسط وميدو. بتاعنا في ناس لذيذه يعني. ميدو؟ ميدو طبعا ده اكيد يعني. بس بقالي كتير ما شفتوش. هو ما كانش معاكم في لا ما كانش معانا، ما كانش موجود في لا. في الماتش. هتعملوا حاجه زي كده تاني قريب هنا في العلمين؟ اكيد ان شاء الله. في ماتش شاطئي كده بس حابب بقى نعمله في ارض كده يكون سهله شويه، ان احنا ما عرفناش نلعب كوره. بس يعني مود مختلف وشكل مختلف، بس التجميع كانت لذيذه يعني. انا بشكرك جدا يا كابتن وان شاء الله كل التوفيق في المهرجان ان شاء الله. ونشوف ماتشات كمان زي الماتش اللي فات، ماتشات قويه بنجوم. انت شفت الماتش اللي فات صح؟ انا كنت على الهوا ونقلنا الماتش هوا، شفنا جزء منه. ماتش جاي بقى ان شاء الله. كنا مبسوطين قوي من الناس كانت واقفه بتشجع وبتتفرج، والاداء كان الحمد لله كان حلو. شكرا كابتن حازم، شكرا ليك شرفتني. بعد الفاصل هنستقبل النجم احمد فهمي بعد شويه. مهرجان متنظم بشكل محترم جدا جدا. النهارده نجوم كتير موجوده من اللعيبه، لولا الجماهير اللي كانت موجوده الايفنت ما كانش هيبقى ليه طعم. كل اللعيبه اللي بيشاركوا في المهرجان اول ما قلت له والله جه على طول وساعدني وساندني. ندعو الناس كلها ان هي تيجي وتشوف العالمين الجديده، لان فعلا في نجاحات كبيره جدا موجوده على ارض مصر.